ربنا يكرمك. وأنا بقول إن النهاردة في ذكرى أشرف معركة خاضتها مصر لاستعادة كرامتها، تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تهنئة للشعب المصري صاحب الفضل في الانتصارات، تهنئة لقواتنا المسلحة درع وسيف الوطن. كما النهاردة لا يمكن ننسى أبدا شهدائنا في الحروب الخمسة اللي خاضتها مصر من أجل القضية العربية، ما ننساش شهدائنا كمان في المعركة الأخيرة في مواجهة الإرهاب المزعج. أنا عايز أقول إن في حياة الشعوب وتاريخها أحداث لا يمكن بأي حال من الأحوال تسقط بالتقادم. مر 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، سنظل نحتفل بذكرى يوم النصر العاشر من رمضان 6 أكتوبر. برضه أنا بقول النصر قرار، النصر قرار. يعني أنا النهاردة وبقول قرار النصر في حرب أكتوبر أول مرة تشوف قرار عليه إجماع من كل الناس. صحيح. إجماع من القيادة، إجماع من الشعب، إجماع من القوات المسلحة. وكل يعني وبدأ الإجماع ده في 9 يونيو 67. الإجماع ده إن كل واحد فينا قام بدوره. القيادة قامت بدورها على أن هي تستوعبت ما حدث في 67. الشعب قام بدوره وضحى بالغالي والنفيس علشان يوفر 8 دبابة، طلقة مدفع، تكلفة نشاط تدريبي للقوات المسلحة. القوات المسلحة قامت بدورها في التخطيط الجيد، تدريب الشاق، التدريب ومحاكاة ما سيتم في المعركة الحقيقية. انت لو تعرف زي دلوقتي يوم 10 رمضان 6 أكتوبر كان عدى الضفة الشرقية 80,000 مقاتل الساعة 10، يعني دلوقتي الساعة 11، يعني الساعة 10 كان 80,000 مقاتل. الخسائر كانت كام؟ أقل من 100 جندي. بالرغم من كل التقديرات يقول لك أي القوات اللي هتعبر نصها مش هيوصل للضفة الشرقية. هنا أنا بقول النهاردة شيء مهم جدا ان احنا ما ننساش اللحظات الجميلة، اللحظات المفرحة حتى في ظل الظروف اللي الناس فيها. مش لازم يبقى فيه نقطة مضيئة كده تديهم الامل. وما حدث في 6 سنين من 67 ل 73 اصعب فترة في تاريخ مصر وعبرناها، ويعني الحمد لله ان الدنيا مشيت وانتصرنا واستعدنا كرامتنا واستعدنا أرضنا. طيب سيد فريق، يعني تحدثت عن هذا الإجماع الوطني من 9 يونيو 1967 يوم انخرجت الجماهير وطالبت ببقاء جمال عبد الناصر وقالت هنحارب هنحارب.